من الفضائية الإرترية نحييكم ونقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان ونبدأها بالعناوين. الدفع بتجميع القرى والتعليم في أفعبات، نجاح تطعيم السحاي في صنعته، الدفع ببرامج التنمية في عد غيح، فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتهمان إيران رسميا بخرق الاتفاق النووي، مقتل العشرات في انهيارات جليدية بالهند وباكستان، انفجار بمصنع للكيماويات في منطقة ترغونا الإسبانية. مرحبا بكم. أفاد الاجتماع الذي عقد في مديرية أفعبت لبدء تنفيذ برامج هذه السنة الدفع بعملية تجميع القرى ورفع المشاركة في التعليم، وأبانت الخطة الموضوعة لهذه السنة بناء خزان تجميع المياه في ضاحيتي مهداف وقبقب وتشجير مدينة أفعبت وأنشطة نفير صيانة الطرق وحماية التروة وحفظ المياه. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب بناء 3 مدارس وروضة أطفال السنة الماضية وإرساء مدارس للرعاة الرحال الاستفادة منها حوالي 5000 طفل كانوا محرومين من التعليم. وحول الخدمات الصحية تم إدخال خدمات طب العيون والأسنان في مستشفى أبها عبتة. ودعا الاجتماع شركة حارات للمواصلات العامة تقديم خدمات منتظمة. أفاد مكتب وزارة الصحة في مديرية صنعاء في تنفيذ عملية تطعيم ناجحة ضد مرض السحاي الذي بدأت بالمنحدرات الشرقية نتيجة أنشطة التوعية والاستعدادات المسبقة. وأوضح منسق حملة التطعيم الممرض أبراهام بيني تطعيم 34,000 مواطن مشيرا إلى أن التطعيم نفذ جيدا حسب الجدول الزمني الموضوع في 7 مؤسسات صحية و46 نقطة مؤقتة و56 مدرسة. وذكر تقديم فيتامين ألف لأكثر من 6000 طفل دون سن 5. أفاد الاجتماع التقييمي في مديرية عد غيح على العمل للدفع ببرامج التنمية بالمشاركة الشعبية. وأوضح مدير المديرية سيد هابتايتس فازقي بأن أعمال تنفيذ لبناء مدارس وإرساء مشاريع مياه في المنحدرات الشرقية بمشاركة المواطنين وقوات الدفاع، وأن خطط قد وضعت لتنفيذ برامج إضافية. وأشاد بأنشطة النفير الشعبية لحماية التربة وحفظ المياه والحصاد داعيا تعزيز العون الذي يجرى لأسر الشهداء والمحتاجين. وقدم المدير التنفيذي في إدارة مديرية عد غيح السيد كيروس قبر مريم تقريرا عن الأنشطة التنموية القدمية المنفذة في جميع الضواحي، مشيرا إلى أن بعد بعض المدارس عن القرى وعدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم من الطلاب من المشاكل التي ظهرت. وأشار الاجتماع إلى وجود برنامج لبناء مستشفى مرجعي في مدينة عد غيح وبناء سور في المدارس وضمان مياه الشرب الصالحة. أشاد مدير مديرية موغولو السيد أبراهام كيداني بالمشاركة السكان والشركاء لتنفيذ البرامج الموضوعة عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وأوضح في الاجتماع الذي عقد يوم 13 يناير الدفع بعملية رفع الانتاج الزراعي التي تجرى العمل عليها بتوسيع العام الفائت. وتناول الاجتماع بتوسع ميزانيات وقصور العام العام 2019 موضحا حصاد محصول وفير الخريف الماضي ونمو جيد للمراعي. ودعا المزارعين لتربية أبقار الألبان عبر العمل في جمعيات تعاونية. وناشد الاجتماع إيجاد حل لمشكلة المياه وتوسيع الخدمات الصحية في المناطق النائية ومنح الأولوية لتوزيع الأراضي. طالب سكان ضاحية هيمبول قشاشة بمديرية ككبة الحصول على الدعم الآلي لصيانة الطريق المؤدي إلى غردات إلى ضاحيتهم. وأوضح السكان بأن الطريق رغم قصوره غير سالك للسيارات لوجود مرتفع صعب، ويؤدي ذلك إلى فرض
إلى فرض أصحاب السيارات مبالغ من 100 إلى 200 نقفة للنقل غير الآمن، ويحتاجون إلى مساعدات آلية لتدعيم أنشطة الصيانة التي يقومون بها. وأوضح مدير الضاحية أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهم مرتبطة بمدينة أغردات، ويتعرضون للدفع مبالغ عالية للسفر إلى المدينة. وتبعد هيمبو القشاج مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أغردات، وتضم 5 قرى. استشهد اليوم 15 من يناير المدير العام لقسم التجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة المناضل موغوس والدميكيل جراء مرض فجائي عن عمر ناهز 72 عاما. التحق المناضل موغوس بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وقدم في مختلف مستويات المسؤولية حتى استشهاده بكفاءة واقتدار. المناضل موغوس رب أسرة وأب لستة أبناء، وسيوار جسمانه الثرى ظهيرة يوم غد 16 من يناير بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة التجارة والصناعة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل موغوس والميكيل، وتقدم تعازيها لأسرته وأحبائه ورفقائه. فاصل قصير ونعود لتقديم الأخبار العالمية، تفضلوا بالبقاء معنا. اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق المبرم عام 2015 للحد من برنامجها النووي، في خطوة من جانب الدول الثلاث قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات التي رفعتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق. وقالت الدول الأوروبية أنها تحركت لتفادي حدوث أزمة بشأن الانتشار النووي مما يزيد مواجهة متصاعدة في الشرق الأوسط. وقالت روسيا وهي دولة أخرى موقعة على الاتفاق النووي أنها لا ترى وجود أساسا لتفعيل آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق، ورفضت إيران هذه الخطوة بوصفها خطأ تاريخيا. وقالت الدول الثلاث أنها ما زالت تريد نجاح الاتفاق النووي مع إيران، ولن تنضم إلى حملة الضغط الأقصى التي تشنها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وقامت الدول بتفعيل ما تصفه بآلية فض النزاعات الواردة في الاتفاق، وتفعيل هذه الآلية بمثابة اتهام إيران رسميا بخرق بنود الاتفاق. وانتقد محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران هذه الخطوة. ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ظريف قوله إن استخدام آلية فض النزاع ليس له أساسا قانونيا وخطأ استراتيجيا من المنظور السياسي. قال مسؤولون حكوميون باكستانيون كبار إن ما لا يقل عن 59 شخصا لقوا حتفهم، كما فقد كثيرون آخرون بعد وقوع انهيارات جليدية في الجزء الذي تسيطر عليه باكستان في كشمير خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي الهند المجاورة لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم إثر وقوع عدة انهيارات جليدية في الجزء الشمالي من كشمير الهندية. وكان مسؤولان باكستانيان قد قالا إن العديد من سكان القرى انقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة واد نيروم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية. وقال أحد المسؤولين أن هنالك العديد من البلاغات عن مفقودين ومخاوف من مقتل آخرين، وأن جهود الإنقاذ ما زالت جارية. وتمكن أفراد من الإنقاذ من انتشال ما لا يزيد على 50 شخصا من تحت الثلوج ونقلهم لتلقي العلاج. وقال مسؤولون أن الانهيارات الجليدية دمرت بالكامل 53 منزلا على الأقل في منطقة أزاد بالشطر الباكستاني من كشمير. وأغلقت طرق سريعة رئيسية تربط بين باكستان وأفغانستان بسبب الثلوج الكثيفة، مما دفع المسؤولين إلى تعليق نقل السلع الضرورية إلى أفغانستان. ذكرت وسائل إعلام محلية نقلة عن خدمات الإنقاذ
أن شخصا واحدا لقى حتفه بعد وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بشمال شرق إسبانيا، يرجح في الأغلب لحادث كيماوي. وقالت وسائل الإعلام ومنها صحيفة لافانغ لواد وباليس إن الشخص قتل عندما انهار مبنى نتيجة هزة نجمت عن الانفجار الذي وقع بمنطقة أرغونا التابعة لإقليم كاتالونيا. لم يعبأ زوجان في الفلبين باحتمال ثوران بركان تال، وأصرا على إقامة مراسيم حفل زفافهما على مغربة منه. وفي لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان عهود الزواج في إغليم كافياتيا تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عن البركان، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم. وقال مصور حفل الزفاف أن الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بالفعل على نحو كبير في منطقة الحفل. وأجبرت السلطات أكثر من 24 ألف شخص على إخلاء منازلهم في الجزيرة البركانية التي يقع فيها بركان تال إلى جنوب من وسط مانيلا وفي المنطقة المحيطة بها مباشرة. وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي باندهاش مع اللقطات المصورة للزوجين والحفل الذي يقيم في خيمة بيضاء مضاءة بأنوار جذابة تحت سحب الدخان وأضواء البراق. ورغم الأجواء المثيرة للقلق، قال إيفان أن زوجان لم يعيرا ذلك اهتماما. انتهت النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء.